قبل كم يوم اشتغلنا اللكشري دمج الكابوي والسيلفر. حاليا نفس الشيء بننطي الكابوي ورا ما يخلص الكابوي ويقطع الراس ننطي الماده السيلفر عليه. راح نسوي لكم فيديو للتاكيد على ماده الكابوي والسيلفر شلون يكون الختام مالته. طبعا تكملة الديكور دمج لكشري بعد ما انطينا الكابوي اللي حكينا عنه. حاليا نحط المادة السيلفر ونفس ما قلنا في الفيديوهات السابقة اسفنجات اثنين تخلي بالمادة الاسفنجة وتفرنه بالاسفنجة الثانية يصير شيء داخل شيء يتعتق عندك الكابوي والسيلفر وينتهي عندك مراحل الدمج.